الأمر الأول وهو أن المغرب يعني في سياساته الخارجية هو منفتح، سواء على مستوى تعزيز علاقته مع القوى الدولية الكبرى أو داخل المنظمات الدولية. أيضا المغرب استطاع أن ينسج علاقات متميزة، لا في إطار تعاون جنوب جنوب أو في إطار جنوب شمال، وهذا ينسجم كما قلت مع ثوابت سياسته الخارجية. الملاحظة الثانية هي أن المغرب طبعا عبر يعني منذ مدة على أعلى مستوى أن الميزان أو المعيار الذي يحدد من خلاله سياسته الخارجية يمر عبر الموقف من قضية الصحراء المغربية. وإذا استحضرنا طبعا سلوكات ومواقف جنوب إفريقيا في يعني ليس فقط في الآونة الأخيرة، ولكن منذ مدة على مستوى التحريض ضد مصالح المغرب الاستراتيجية، وعلى مستوى إقحام يعني بعض الهيئات الدولية أو الإقليمية كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الإفريقي في السابق على الأقل، يعني نلاحظ في قضايا تمس بمصالح المغرب وبسيادة المغرب. يمكننا أن نفهم هذا الموقف الذي طبعا تم التعبير عنه من خلال يعني مصادر من وزارة الخارجية المغربية، والتي يمكننا أن نقول على أنها ستساهم أولا في إفشال المخطط الجنوب إفريقي فيما يتعلق بمحاولة إقحام هذه الهيئة أي البريكس في خدمة أجندات أو أهداف تتوازى أو أهداف تنسجم مع المصالح الضيقة التي تحاول ربما أن تكررها جنوب إفريقيا من داخل البريكس مثلما يعني قامت في السابق مع الاتحاد الإفريقي. ولذلك أعتقد بأن هذا التوضيح كان ضروريا، أولا لأن الأمر يتعلق بتوجه يعني سيادي للمغرب، وأيضا الأمر يتعلق كما قلت بإحباط هذه المحاولة وتوضيح الأمور أمام الرأي العام الدولي بأن المغرب طبعا يعني لم يسبق له أن تقدم يعني بطلب العضوية أو بشيء من هذا القبيل.